الآن تراقب أنت وجزء من الأحداث، لماذا البيت السياسي السني هو من أوهن البيوت، ما عنده قدرة أن يصمد أمام أي أزمة وتسهل استمالته وتسهل تفريقه؟ سببها سبب أي؟ ضعف هذا البيت؟ أي؟ لا، الأخ الأكبر هو اللي يتعمد دائما أن يظل يضعف بأخوه الوسطاني حتى يسيطر عليه، وإلا شنو سبب إقالة الأخ الحلبوسي؟ زين، واحد هم من مرات من كثر الدق اللي الدق عليه هم مرة يقوم مرة يعاتب، مرة يقوم إلى مروحة ويا أخوته. أنت وصفت العبد ما يعاتب، العبد يأكل الشتل ويطيع ويسكت. لذلك أقول لك بعض القيادات أو أكثرها والله السنية مع الأسف يعني صدرت بالصدفة أو صدرت لأنها مطيعة للشركاء، أما الباقيين لا، عندنا قيادات لا والله جيدة. يعني شعرتم بخسارة كبيرة بعد إقالة الحلبوسي لأنه كان فعلا زعيما سنيا اشتغل من أجل السنة؟ خليني أقول لك شيء بمنتهى الصراحة، أي من السقوط له اليوم ما جاء شخص فاهم اللعبة وبعقلية هذا الرجل مثل الأخ السيد الحلبوسي. صعبة، خسرته طبعا، يعتبر خسارة للمكون السني الركاد. ليش؟ ماذا أقول لك أفضل الكل مع احترام الكل، لا، بس الرجل يعرف وين يحط رجله ويعرف شلون ينتقي أهدافه ويعرف شلون يجيب الربعة. أما الباقيين مع جل احترام هاي شبدي، وين ما يقولوا يصعد هاي شبدي، أي والله وين ما يقولوا يصعد أي هذا الرجل لا. وهنا أقول واحدة من أمور أو هي سبب عناده تزمته، ما يحب ينقاد، أي ما يحب ينقاد. بس شوفوا هنا سب ديارنا، رجال ابن هالديرة هو بنه يروح ويجي طبيعي، ماكو عنده هاي يعني السوالف، بس من يروح غادي لا يناطح. ربعنا بالعكس الباقين يجي هنا ينفش ريشه وغادي تلقاه بالبدي. احسنت، لذلك تعتبر خساره لان الرجل عرف شلون يلم كثير من النواب، استهدف لانه اصبح خطر لانه كون او جاب البيت السني وبدا يعمره بطريقه صحيحه، صار عندهم تخوف. وهي عده اسباب، اهمها هو التحالف الثلاثي اللي خلى عند الأخوة في الإطار أنه يعتبر هذا تهديد، وبالنتيجة أنا أعتقد تضارب المصالح صارت خال النجم. نتمنى أنه يعني يعاد النظر وترجع الأمور الطبيعية بيناتهم، يتلملمون كلهم من جديد، طبعا باستثناء كم واحد من السنة، ذولي هم أساس المشكلة، أساس الخراب، أساس الدمار، أساس تفكك مو بس البيت السني، والله راح يلحق الإطار أيضا مشكلة بسبت بعض الشخصيات اللي لفوها. أنا أعتقد الحلبوسي مو طائفي، الرجل مو طافي، خذها مني. بس هذا الحب جديد؟ لا مو حب، هاي شهادة تسألني حتى. لا، يعني قبل ما كان هذا الحب بينك؟ لا، مو موضوع، يعني الآن راجعت القصة؟ لا، مو بس راجعت، من قعدنا وسولفنا بهذا المكان الرجل سولفها بكل أريحية. قال شيخ أنا جاي عندي واحدة اثنين ثلاثة أربعة، وسألي وقلت له إذا على ذني أنا أول واحد أقف وياك، أنا شريط مقنع الحلبوسي. لا مو بس مقنع، أنا ذي أفعال ما دور أقوال، أنا السوالف شبعان منهن، بس الرجل لا عنده أفعال حتى واحد يكون منصف. اما انا مو سياسي حتى باكر ازعل عليه، انا شو وقت ما ازعل ازعل ترى، ازعل من اشوف شيء يخص ربعي، اهلي، ديرتي اللي هي ديرتي وديرت الباقيين، مو يزعل علي، خلي يزعل علي، علي شخص يزعل يرضى، بلاكت يعني تاثير تصرفات السياسي على الانبار لا، هنا نقف، هنا نزعل ويطلع صوتنا ونحاسب. بس الرجل لا سائق يعرف يسوق، بس ما انطوه مجال، اشتغلوا على ربعة وبدوا يفسخوا. وأنا أعتقد موضوع حتى رئاسة البرلمان الآن، اعتقادي أنا يعني كمراقب للحدث، توان يرجع أقوى من قبل، وراح يرجع أقوى من قبل، يرجع أقوى من قبل، عنده وقت وعنده دراية ودرس السالفة يعني.